اجتمع سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في برلين اليوم مع معالي السيدة أنالينا بيربوك وزيرة خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك بمناسبة مشاركته في مؤتمر برلين الدولي للطاقة. وأعرب سعادة وزير الخارجية خلال اللقاء عن الشكر والتقدير لوزيرة الخارجية على دعوتها الكريمة له للمشاركة في هذا المؤتمر الدولي المهم الذي تستضيفه جمهورية ألمانيا الاتحادية في وقت تحتل فيه قضية الطاقة أولوية عالمية، لما لها من تأثير على الاقتصاد العالمي والبيئة والمناخ والتنمية المستدامة، مشيدا بما تشهده علاقات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين من تطور ونمو في مختلف المجالات، مؤكدا سعادته حرص مملكة البحرين على تعزيز التعاون الثنائي مع جمهورية ألمانيا الاتحادية إلى مستويات أشمل، لما من شأنه تحقيق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين. من جانبها رحبت وزيرة خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية بزيارة وزير الخارجية ومشاركته في مؤتمر برلين الدولي للطاقة، مشيدة بتنامي التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، مؤكدة اهتمام بلادها بالتطوير في كافة المجالات والعمل على تنمية التعاون الثنائي، ومواصلة التواصل والتنسيق المشترك تجاه القضايا المتصلة بالحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها، مشيدة معاليها بجهود مملكة البحرين وحرصها على المضي قدما لتعزيز السلام والاستقرار والازدهار في منطقة الشرق الأوسط، متمنية لمملكة البحرين دوام التقدم والنماء. تم خلال الاجتماع بحث علاقات الصداقة الوطيدة بين البلدين الصديقين وسبل تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات خدمة لمصالح البلدين والشعبين الصديقين، كما بحث الجانبان تطورات الأوضاع السياسية والأمنية الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.